المهم اختي المشكل بدا من نهار الخميس، كنا داخلين ما علينا ما بينا، المهم داخلين السونتر كنقراو بحال اي توليام داخلين. المهم كانت ساده دوي بدا داوي على فلوس ديال الفوتوكوبي، كانت كتقول لنا واش باقي ما بغيتوش ديروا حل عليهم، ديروا حل عليهم هذيك. المهم هذيك الهضره عاديه بحال ما كاك. المهم قالت لواحد جوج دراري، قالت لهم انت واحد، قالت لهم غتخلصوا فوتوكوبي بيناتكم وديروها بيناتكم صافي. وقالت لهم من بعد، قالت لي لا داك الدري اللي تحرك دابا الله يرحمه مسكين، قالت لي انتيا غادي من السيمانه الجايه انت اللي غادي نبداو بك، غادي تعاود تعطينا الفلوس. ويجبد هو ديك الساعه جبد الفلوس باش ما تبقاش الهضره، هو داكشي جبد الفلوس عطاهم ليها، قال لها انت عطيت للدراري، قال لها انا نخلص على الدراري فوتوكوبي صافي. عطاها خدات الفلوس. مهم بقى هو ديك الهضره تكون مناوشات صغيره، هي كدوي هو كيدوي، هي ما تقبلاتوش يدوي، جرات عليه حطات لي رجعت لي فلوس وجرات عليه. هو شد هذوك الفلوس قطعهم بهذيك العصبيه وخرج بحالاته. مهم الدري مشى، هما مشاو عيطوا على معات البوليس ولا معات شنو. مهم كان جاب واحد استاذ كاين تاهو في السونتر، عيطوا ليهم، عيطوا لواحد شي واحد من البوليس قال لي رب اللي قطع الفلوس وهذاك الشيء. المهم الدري مشى بحالاته. انا نهار السبت كاع ما كنتش على حساب ما كيعاودوا الدراري وكيقولوا، كان هو جا قال الدراري انا راه غادي نمشي نطلب السماحه وغادي نمشي باش ناخذ الانتقال ديالي. مشى عند المدير دوا معاه، قال لي هو بقى واش ما كان داخل من فاعل عند المدير. المدير بدا كيبرد فيه، بدا كيحفز فيه، كيقول لي صافي وانا هادي وهادي وغير تفاهم وهادي. قال الدري صافي نشاط رجع فيه المورال شويه، قال لي صافي سير ها انت راه غادي نخليوك تدخل هذاك الشيء. الدري رجع نهار اثنين على اساس باغي يدخل يقرا، هو جاي معاه قرعه ديال ليسانس ولكن ما حنا ما فخبارناش، هو جايبها دار في الشكاره ديالو. يعني هذيك اللي ما كانش الحل، وقال فكر هو هذاك هو الحل اللي ما كانش مع الحل الاخر. الدري على حساب، المهم انا عاوتاني جيت نهار اثنين معطل مع غادي انا دخلت. ثم المهم ملي طرات الحادثه سول الدراري، قال لك هو كان مشى دخل طلع، الدراري كانوا مرايحين شي دراري في الكولوار، قال لك مع دخل هو سد على هو ويا الباب. ما عرفتش شنو الهضره اللي كانت دارت بيناتهم، ما عرفتش كي دايره. قال لك استاذه مع خير جات عيطت، كان شي دري مريح في الكولوار، قالت ليه سير عيط على هذاك السيكيريتي. قالت لي عيط عليه، مع اللحظه اللي غادي يقول لي عيط سيكيريتي تشعلت العافيه في الدري. الدري معاه هود كيجري بحر هذاك الحريق اللي فيه، هود كيجري. انا مع غادي ندخل مع السونتر كيبان لي الدري مهود كيجري وبنادم هارب. مشينا هزينا دغيا حنا في التراب، بدينا كنطفيو فيه صافي. حيدت لي دوك الحوايج اللي كان لابس، مشيت انا معاه في لومبيلونس صافي. المهم الدري دينا محمد الخامس، عادشي كنقول لك راه واحد الحاله لا يرثى لها، ما يعني ما تقدرش تشوف فيه، خاصك الا بغيتي تشوف فيه تكون الكبده عندك حجر. يعني راه كنقول لك راه تخيلي واحد راه خوك وقرا معاك وشحال من حاجه، يعني راه دوزتو معاه بزاف وماشي شي دري اللي مبلي ولا خايب ولا شي حاجه. تخيلي كنحيد ليه في الجلده، انا بايدي كنحيدها ليه، كنداوي معاهم في السبيطار كنحيدوا ليه فيها صافي. تجبناه هنايا مسكين جايبين، والله الا جاي انا ويا في لومبيلونس كيدوي معايا مسكين، كيقول لي اخويا راني ضعت وهادي، كنقول له راك ما ضعتي والو ان شاء الله وهادي، كنصبر فيه. المهم ويقول لي واحد اللحظه ويقول لي انا راه خويا راك باغي غير نعوض والديا صافي. وبدا عليا يقول الدراري سمحوا لي داكشي، بحال اللي حس بحر الموت، حس بها وبدا يقول لي قول الدراري سمحوا لي داكشي صافي. اخر ما طافي فين جبنا هنا الميريزكو صافي، الدري بقى دوا واحد شويه صافي من موراها هبطوا الانعاش صافي. تا اليوم جايين حنا باغيين نتبرعوا بالدم، جايين قالنا خاصكم باش تبرعوا بالدم، تا سمعنا مول الامانه الدامات ولا اله الا الله وصافي. هادشي اللي نقول لك اختي. لك الدري صاحبي المشكل كان بلاش معنا قبل فوتوكوبي، ما عادش بقى شي فوتوكوبي، قال انا خلاص على الدراري 40 درهم هي بقات تغوش ديال الصداقه شي فوتوكوبي غير باش تمشي ما بقاش دوي. هي ما رضاتش، بقات تقول لي شي هضره حتى ما بقيتش هضر شي عاود الدراري. هزات فلوس فوتوكوبي ضربتهم لي على وجه الدري كعا كعا صافي، خرج بحال هادشي وما عاد قال لا شي هضره هي ما عجباتهاش. المهم جا نهار السبت، انا كنت حاضر نهار السبت عندها طلب منها السماحه وما بغاش، عاود رجع عندها مع ديك الوحده هما طلع دود وياها فاش دود دا القيصر ما ضربقاش بيناتهم صافي ما عرفناش. المهم نهار الاثنين جينا عندو قلنا ليه، قلنا ليه طلب منها السماحه بيناتكم داك الشيء، قال لي صافي غنمشي نطلع عندو معاه. حنا ما عارفينش عندو ديك القرعه دايره في الشكار، ما عارفين عليه والو، كنا عارفين انه بغى يطلب منا غير السماحه. حنا بقينا في الكولوار برا لتحت كنتسناو الدري يطلب منا السماحه صافي. طلع عنده هي هذيك طالعين انت كتبين الدري جاي شاعل بعافيه ديالو، ما فهمنا والو، طلعنا الفوق شويه العافيه وتخاشر داك الشيء، بغينا على الدري بقينا الدري كيشفر فيه يعني التراب صافي. هذيك هادشي اللي وقع.